حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع انخفاض أسعار النفط العالمية. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 87 سنتا ليصل إلى 81 دولارا، كما انخفضت أسعار الخام المتوسط 87 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و95 سنتا. أدى وانخفضت أسعار النفط العالمية بعد أن كشف اجتماع البنك المركزي الأمريكي عن مناقشات بشأن تشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم ثابتاً، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط. تسلم مجلس النواب جداول الموازنة للعام الحالي من قبل الحكومة الحالية، وتبلغ الموازنة 211 تريليون دينار بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة السوداني، فيما بلغت رواتب الموظفين للسنة الحالية 62 تريليون دينار، وتقدر إيرادات الموازنة ب 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات نحو 211 تريليون دينار، ليكون العجز نحو 64 تريليون دينار. حذر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من الخسائر الفادحة التي يتحملها اقتصاد مصر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي يسبب خسائر تصل إلى نحو 20 مليار دولار، ويزيد من هشاشة الاقتصاد ويدفع إلى زيادة الفقر وصعود الأسعار والتضخم ومعدلات البطالة وعدد المهاجرين المحتمل دخولهم البلاد خلال الفترة المقبلة. صادق برلمان تونس على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة فائدة تقدر ب 6 أو بنحو 7% على أن يتم السداد بعد 28 عاما. ومن المقرر أن يخصص القرض للدعم العاجل للمزارعين بقيمة 145 مليون دولار ولتخفيف آثار الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب عبر توريد 250 ألف طن أو 1000 طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة. أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية توقيعها مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة المستدامة. وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة التركية إلى أن الجانبين يخططان لتعزيز تطبيقات السياحة المستدامة وتطوير الطيران. وأكد البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التركيز على توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التقدم في مجال الاتصال الجوي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.